الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني يشرف على وضع حجر الأساس لبناء جسرين مروريين، أحدهما بمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية والثاني بمقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الغربية. وتستمر فترة الأشغال في الجسرين 24 شهرا فيما تبلغ كلفتهما المالية 327 مليون أوقية جديدة. وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد المحميد عبر عن أمله في أن يسهم الجسران في انسيابية حركة المرور من جهة وتخفيف الاختناق المروري الذي يشكو منه سالك الملتقيات الطرقية بالعاصمة من جهة ثانية، وهما سيساهم في انسيابية حركة المرور وتخفيف الاختناق المروري عند التقاطعات الطرقية، إضافة إلى تحسين الوجه الحضاري لعاصمتنا. وها أنتم تشرفون في هذا الحفل البهيج من مقاطعة الرياض على إطلاق الأشغال في جسري ملتقى بمكو وملتقى الحي الساكن. ووفق معطيات فنية فقد تم اختيار منطقتي الجسرين من بين 10 تقاطعات طرقية لمجموعة من الاعتبارات، يضيف الوزير الموريتاني. وتمهيدا لإنجاز هذين الجسرين قام القطاع بإعداد الدراسات الفنية والسوسيو اقتصادية لعشرة تقاطعات طرقية، وعلى أساس معايير تتعلق بحركة السيارات واتساع الفضاء لإنجاز الجسور، وقع الاختيار على ملتقيات بمكو، على ملتقى بمكو الذي يقدر عدد السيارات التي تستخدمه يوميا ب 7642 سيارة، وملتقى الحي الساكن الذي قدر عدد السيارات التي تستخدمه يوميا ب 23512 سيارة. وتضمن الحفل إضافة إلى إعلان الانطلاقة الرسمية للبدء في مشروع بناء جسرين مروريين لإطلاق المكونة الثانية من توسيعة شبكة الطرق الحضرية ضمن برنامج الرئيس الموريتاني الموسع أولوياتي. ويشكو سكان العاصمة نواكشوط من افتقارها لطرق دائرية لتخفيف من زحمة السير، فيما تؤكد الحكومة الموريتانية السعي لتشييد 3 جسور بالعاصمة وطريق دائري حولها خلال العام الجاري.